أشواط قعدان وآخر أشواط الإنتاج، ختام الإنتاج وأشواطه، وبعد ذلك ننطلق مع أشواطنا المفتوحة بداية من الشوط التاسع إن شاء الله. بعد شوطنا القادم أشواط مفتوحة لنفس السن، سن الحجايج، وعلى نفس المضمار، مضماري دستور الميدان الطولي على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباق. نحن الآن بصدد النظر لهذا الشوط اللي يحمل 31 اسم مشارك، مشاهدين الأعزاء، مع كل الأمنيات بالتوفيق للمضمرين والمنتجين. انطلق الشوط، انطلق الشوط أمامنا، شوط قعدان حجايج لآخر أشواط الإنتاج. يا سلام، جهزوا المفتوح، بعد قليل أشواطنا المفتوحة، شوطنا قادم بقوة، مندفع، مقلع على أرضية دستور، طائرا جميلا هذا الشوط مع أعداده البالغة 31 شعار مقدمة بشكل مباشر، اللي هي في المركز الأول، اللي هو في المركز الأول شاهين محمد بالقرين بالعلي العامري، والمركز الثاني من الجانب الآخر سراب سيف بن حميد بن بدر العليلي، المركز الثالث اللي يحتل سراب لسيد محمد بن عامر بن علي العمري من سلطنة عمان الشقيقة. مرحبا بالضيف العزيز القادم من السلطنة ممثلا لأبنائها الكرام هنا في الإمارات في بلادها الثانية. المركز الرابع اللي هو الطاغي عمر بن مطر بن لاحج الهاجري الواعد، يا سلام الصاعد، الله نصبح عليه وعلى الجميع بالخير. المركز الخامس، الخامس مياس حمود بن سالم بن علي الوهيبي، والمركز السادس من الجانب الآخر، ولا هذا بذيء الدوني، هذا الحوت لأحمد بن علي بن محمد بن واس الاجتبي. المركز السابع هاو ماتش نمبر اللي هو الشميمي لحمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاجتبي، وأيضا نرى دخول ثامن المراكز هملول لسيد محمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز التاسع، التاسع التاسع مزاح لسعيد بن عبد الله بطير العامري، والعاشر والعاشر بذيع بن طحنون ولا غيره، بن عفصان، بن عفصان واصل في المركز العاشر عالي لسيد حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هذه النتيجة أيها الأخوة المشاهدين الكرام على الهواء مباشرة. الآن نعود إلى مقدمة شوط عند لوحة 1600 متر على خط النهاية من 3 كيلومترات، مسافتنا المقررة مع اللي يحتل الصدارة شاهين محمد القرين بالعلي العامري. يا سلام، مسيطر على الأمور، محتل المركز الأول، يقود هذه الجموع شاهين شاهين شاهين، بينما المركز الثاني يأتي يتدخل بقوة، يأتي حامل رقم 23 اللي هو مياس حمود بن سالم بن علي الوهيبي من سلطنة عمار الشقيقة، بينما تغيير أيضا من اللي كان المركز الثالث غير إلى المركز الرابع العفريت، نستعيد بالله من العفريت، العفريت غير الأمور كلها، كل الأمور. 1200 خذ مقدمة شوط، بينما هو الحوت أحمد بن علي بن محمد بن واس الاجتبي. المركز الرابع وصل مزاح سعيد بن عبد الله بالطير العامري، وخامس المراكز اللي بشوف هذا 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 ابو دريس لون اصفر، بشوف لمن 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 اللي هو الراوي ساري بن محمد بن بلوش المزروعي، ويلي في المركز السادس يا سلام حشيم عبد الله بن سعيد بن راشد الخاطري. 800 متر على خط النهايه، وهيا الى العمل، هيا الى الانطلاق، والتهاني والناموس للي بيفوز. نحن الان نقبل على خطوط النهايه، نشرف على نهايه هذا الشوط بمسافته اللذيذه الطازجة 3 كيلومترات. الله يا سلام، يعود 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 شاهين محمد بن قريب بن علي العامري، الله الله، مقارنة بينه وبين مقدمة وعصاته في البطان، في البطان على الصوت قالوا له الشاشة قب 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 قب، وراح راح 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 انطلق، ما يحتاج تعليمات آليات ما نباها، ما أبدا أبدا أبدا، خلى على إيده على إيده، ما شاء الله تبارك الله، شاهين شاهين محمد بن قريب بالعلي العامري، الله سلام عيناوي سلام.
للمرة كم هذه الثانية يا بلقرين؟ يا سلام يا سلام، انحش هذه الثانية، حافظ على الثانية بالطير، واصلك 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 مزاح سعيد عبد الله بالطير العامري، لا يخرب الأمور لا يخرب السلام. الله شاهين شاهين شاهين، ما 100 متر بس، اصمد اصمد اصمد، بالطير يهاجم، بالطير طاير طاير طاير، والناموس حاير طاير ما بينهم. شاهين شاهين ومزاح، شاهين مزاح، شاهين مزاح، شاهين سلام يا العين سلام. ثاني محمد بالقريم بن علي العامري المركز الثاني، مزاح سعيد بن عبد الله بالطير العامري المركز الثالث، الحوت احمد بن علي بن محمد بن واصل اجتمي المركز الرابع، سراب سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، وخامس المراكز اللي هو حشيم عبد الله بن سعيد بن راشد الخاطري. يا سلام، هكذا ينتهي شوطنا الثامن، نختم اشواط الانتاج لاخواننا احبائنا عشاق الاصايلي في كل مكان، ابناء القبائل. هذه المنافسه الطاحنه الساخنه اللي وقعت قبل قليل في هذا الشوط ما بين شاهين ومزاح، حيث خطف شاهين المركز الاول وصمد حتى نهدى اخواننا في العين. السلام والتحية دار الزين، مدينة الخضرة والجمال، مثل ما قال أستاذنا سالم سعيد بن حضير. 4:35 و9 من الثانية توقيت شاهين. تهانينا للسيد يا بلقرين، نعم محمد بلقرين بن علي العامري، تهانينا والناموس. والمركز الثاني اللي هو مزاح سعيد بن عبد الله بالطير العامري اللي كافح كافح وقاوم ووفق بالفوز بالمركز الثاني توقيتا للثلاثة كيلومترات، ايضا 4:36 بالوفاء والتمام. يا سلام، عيناوية الامور، عيناوية، واخواننا بالذات يعني الاحترام للجميع والتقدير لكل الحاضرين الاثنين العوامر اللي تنافسوا ما شاء الله في نشاط في حيوية ما شاء الله. المركز الثالث 4:41 زيرو من اجزاء الثانية، توقيت هذا الحوت لأحمد بن علي بن محمد بن واس اللي فاز بالمركز الثالث. تهانينا لكل الواصلين في المراكز الـ10 الأولى مشاهدين الكرام، مع أمنياتنا بالحظ الوفير.